انا كنت كندير فيه الثقه التامه، كنت كنفضله على خوتي، وكنت دايره فيه الصراحه الثقه التامه دايره فيه، ولكن غدر بيا ضربني وخرجني عريانه، وجاو الجيران وجابوا لي واحد الجيران ديالي، جابوا لي الغطا وغطاوني حتى جاو البوليس. راه 250 مليون صافي، وبقيت كنبكي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت مريم، مريم الجالية المغربية في ألمانيا، مشات لألمانيا وهي عندها 14 سنة، كانت الأخت ديالها هي اللي داتها. مشاهدينا الكرام، مريم تزوجات وهي عندها 16 سنة، بطبيعة الحال مرفوض الزواج في ألمانيا في 16 سنة لأنه قاصر، ولكن طلبوا منها في القانون المغربي تكون موافقة الأب بنوا عليها وتزوجات بالقانون ديالنا في المغرب، وولدات وليدات من بعد كملات الزواج بطبيعة الحال بالقانون الألماني. مشاهدينا الكرام، مريم 23 سنة وهي مع هذا الزوج، في الأخير وصلت معاه الطلاق لشي سلوكيات اللي ما قدرتش تحمل الحياة أكثر معاه، فكان له رأي آخر، الانتقام ديالو انه عمر لها شيك ديالها فيه اكثر من 260 مليون. القضاء المغربي كان ذكي في هذا الموضوع، ولكن حتى مرتكب هذا الفعل له راي اخر. تبعوا معايا مريم، الا كان ممكن تعاودي هذه القصه وانت متضمره، انا عارف الوضع ديالك، عاودي لي من الاول. انا كان عمري 14 سنه، جات الاخت ديالي اداتني لالمانيا، صيبت لي الوريقات ديالي وعشت تما في المانيا، وكنت كنمشي كنقرا صافي. وواحد السيد مغربي تيعرف الاخت ديالي وجا قال لي راه كاينه واحد المغربيه، قال لي باغي نتزوج. تزوجت انايا، بقى انا وياه في الكونتاكت، بغى يخرج معايا نتلاقى ونخرجوا. قالت لي الاخت ديالي لا ما يمكنش، بقيت انا وياه في التليفون كلا لي المخ ديالي صافي. وليت صراحه بيني وبينك وليت كنبغيه صافي. وتزوجنا، مي تزوجنا على القانون المغربي. تما جاو الناس عندنا الدار، درنا العقد مغربي وكانوا مغاربة حاضرين فيه بالموافقة ديال الأب ديالي صيفتها. ومن بعد حملت بنتي الكبيرة، كي وصلت تبقات البنتي بنتي زايدة نهار 18/1/91، وأنا تزوجت نهار 18، بنتي تزادت نهار 18/2، وأنا يا 18/1/91 عاد تزوجت بالألماني، حيت ما كانوش ممنوع عليا نتزوج بالألماني. تزوجت بهاد السيد، كيشرب كيضرب، وصبرت صراحة صبرت بنتي. كنت كنمشي للدار ديال العيالات وكنرجع، وكيطلب السماحة، كيجي يطلب عند اختي كيطلب السماحة، كتقول لي اختي رجعي، كاع العيالات كيضربوا، كاع العيالات كيصبروا. صبرت على هذيك البنت، ومن بعد عاوتاني زاد الولد ديالي، حتى هو زاد الولد ديالي، وصافي بقيت عندي دائما المشاكل معاه. والمشكلة ديالو هو كيضرب وما كيخدمش، وانا يا كنمشي نضرب تماره، كنخدم وكن كندي ولادي الروض نجيبهم، وكنتعافر وكلشي، هو كيعطيها غير السكره وكيصبح ناعس. كان هذا هو السبب ديال الطلاق، سبب الطلاق حتى الخيانه. يا لا، من هنا من وصلتوا للطلاق كتفاجئي بشيك في 260 مليون محطوط لك في المغرب، صافي شتي راسك غادا للحبس وانت ما. انا كنت كندير فيه الثقه التامه، كنت كنفضلو على خوتي، وكنت دايره فيه الصراحه الثقه التامه دايره فيه، ولكن غدر بيا. كي جيت المغرب كيقول لي، هو كيقول لي قطع لي الطياره نمشي للمغرب. مي كنمشي للمغرب كان كتولي عندي ابيتيت، كناكل وكيعجبني المغرب. انا درت فيه الثقه، كنت كنرسلو للمغرب، وهو كان كيدير الخيانه الزوجيه. الجيران شهدوا معايا في المحكمه باللي هو كيجيب العيالات للدار. هنا غتعاودي لي بالضبط كيفاش تكتشفتي راه انت محطوط عليك شيك. انا جيت المغرب، هو كي انا في المانيا، بعد تناقش انا وياه ضربني،
ضربني وخرجني عريانه، وجاو الجيران وجابوا لي واحد الجيران ديالي جابوا لي الغطاء وغطاوني حتى جاو البوليس وداوني البوليس. ومن بعد مشيت لعند الاخت ديالي والصباح قالت لي الاخت ديالي بقاي، قلت لها غنمشي للخدمه، قالت لي ما تمشيش للخدمه غير حاولي ما تمشيش، راه راجلك اليوم غادي يجي باش نتفاهموا زعما. قلت لها انا يا ما كاينش المفاهمه وانا يا صافي وصلت لي الاخر صافي، ما بقيتش بغيت انا واش انا يا معذبه خدمه ومربيه ديال ولادي وكنديهم ونجيبهم وهو ما عندوش شي اهتمام. ماشي انا الاولى في العيالات عنده، راه مجوج ومطلق جوج المانيات، والالمانيات هذوك هما كانوا اصلا معذبينه، وانا من تزوجت به هذاك العذاب اللي كانوا ندوزين عليه هذوك الالمانيات داروا فيا انايا. وصافي وانا يا صافي قررت القرار الاخير، قلت ليه طلاق. مين قلت له طلاق قال لي فكري مزيان، الا طلبتي طلاق غادي نخلي والدين امك على الدص. وانا ما كنتش مفكره بلي غادي يدير هذه الطريقه ديال الشيك، حيت كنت دايره فيه الثقه التامه ومع الصغر، وكنت كان هو كل شيء عندي. وفي الاخر تصدمت مي جيت للمغرب، مشيت للبنكه قالت لي المراه السيده ديال البنكه السيد الزوج ديالك راه واخد، قالتها لي بالفرنسي، وانا كنسحب غير 2.5 مليون. وبقيت كنضحك، جاتني قلت زعما 2.5 مليون راه ماشي شي حاجه زعما جبدها ماشي شي حاجه. وهي تقول لي مالكي كتضحكي، قلت لها ماشي مشكل. هي تقول لي كيفاش ماشي مشكل راه 250 مليون. صافي وبقيت كنبكي، وهي تقول لي اختي راه جا عندنا ولكن احنا راه ما تخاصم مع المدير، والمدير ما بغاش يعطيه الفلوس، قال له راه ما السيده انت عندك الوكاله، عندك وكاله مفوضه، عندك جبد الفلوس كيف ما بغيتي، علاش غتدفع الشيك؟ صافي وبقى كيتناقش معاه، صافي ودفع الشيك. هو من كنت انا غنتصالح انا وياه قال لي انا راه دفعت الشيك باش نرجعك باش ترجعي، ولكن في الاخر المحامي ديالي قال لي صافي من هذه السيده غتطلب عليك طلاق، ما عندكش في الاملاك حق في الاملاك، دفع ليها الشيك وغتاخذ الحق ديالك. هذا الشيك هذا مسينيه انت؟ انا مسينيه خاوي حيت هذا الشيك انا عطيه شيكات خاويين حيت دايره فيه الثقه التامه. الشيكات اللي عطيه انت خاويين لاش؟ باش كيقضي لي الامور هنا في المغرب. مثلا الارض هذه اللي هذه الارض اللي دار لي عليها الحز هي كانت على الشياع، هو اللي نصب عليا 250 مليون. هاد البنكه عطوه المبلغ ما عندكش؟ لا ما عنديش. خدا الورقه مشى دفعها هو. حيت هو سمع غير شي برقاقه برقولي، قالوا لي راه غتبيع الارض 250 مليون ويمشي يدفع الشيك، قال نخرج ليها 250 مليون وعندي الوكاله عندي. هو مشى بغى يخرج الفلوس بكاش ولكن ما لقاهمش، كي ما لقاهمش دفع الشيك ودار لي به الحز. انت ملي عرفتي دابا من البنكه مشيتي للقانون، عاودي ليا شنو دار في القانون. مشيت انا يا المحكمه ابتدائيه ودافعت على راسي وشديت محامي، والمحامي دافع عليا، والنيابه العامه في ديال المحكمه الابتدائيه الله يجازيهم بخير عاونوني، وكنشكرهم من هذا المنظر يعني ساعدوني بزاف ووقفوا في جنبي وساعدوني وحكموا لصالحي وطلبوا الخبره الخطيه، والمحامي ديالو ما قبلش الخبره الخطيه، والخبره الخطيه كتاكد بلي السينياتور ديالي. وهو من داروا لي اعتقال وشدوه قال لهم انا حطيت غير التاريخ، هو دار التاريخ وقال لي قال لي الوكيل انت ما عندكش حق تحط التاريخ. يعني الشيك هو اللي عمره؟ انا ما معمرش الشيك وهو ما معمرش الشيك، هو حط تاريخ وانا مسينيا، ولكن اللي معمرش الشيك ما عرفناش شكون هو اللي معمر الشيك. شكون اللي من بعد في المحاضر وهذا ما بانش شكون اللي معمر الشيك؟ لا ما عارفينش، الخط مختلف على الخط ديالي وعلى ديالو. مشاهدينا الكرام يتنور الرأي العام أكثر في الموضوع أنه مريم ما قراتش، ما كتبش لها أنه تقرا وتعرف، والخط اللي دار في الشيك بالفرنسية ماشي الخط ديالها والتوقيع ديالها. هنا النيابة العامة فطنات لهذ الحيلة اللي مشات الأمور لصالحة وضد الطرف اللي هو دار هاد السلوك صراحة. ولكن إشكال كبير أنه في الدعوة يعني في هذا ملف جنحي ديال الشيكات
ولكن هو مشى كما قدمت في الاول، مشى بطريقه اخرى، انه مشى للمدني هو يحجز له هذيك الارض سنين طوال، وهي الان كتطلع وكتنزل غنشوف مع الموضوع. دابا هنا في الاخر باش تحكم في الجنح على الشيء؟ دابا 10 سنين وانا كنت حارب انا وياه في الجنح. الجنح يعني على الشيء، خلي المدني. في المحكمه الابتدائيه، المحكمه الابتدائيه حكمت عليه بعام ديال الحبس السورسي، وحكمت عليه بالغرامه، عندي الوريقات، عندي كل شيء، وصيفطوه للمحكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف حكمت لصالحه، ومن محكمة الاستئناف حكمت لصالحه صيفطاتو النقد، النقد عاوتاني حكمت لصالحه، ودابا بقى عندي إعادة النظر. وعاد دابا جبت أنا الحكم الألماني اللي كيحكم عليه باللي ما عندوش حق في الأملاك، ياخذ في الأملاك ديالي ديال المغرب. شحال من عام وانتي في هاد الملف؟ 10 سنين. عندك الوليدات؟ عندي الوليدات وخدامه، وكنمشيو نجيو، وغادا جايه الطياره، فلوسي كنخدم من كنخدمه، كنمشي لخدمه واحده اخرى، ما عنديش كاع الوقت للنعاس، ما عنديش الوقت. يلا كنت حارب مع المحامون وعييت شي بزاف. هو الدولة الألمانية طالب عليا في الدولة الألمانية طالب عليا 500 مليون، وهنا في المغرب الدولة المغربية دافع الشيك 250 مليون. هنا هي المحامي ديالو داير معاه 25%، والدولة هي في ألمانيا المحامون كيخلصوا ليه، المحامون كيخلصوا ليه، المحكمة كيخلصوا ليه كل شيء، وأنا كنخلص كل شيء لراسي. المحاكم كنخلص راسي، المحامون كنخلص راسي، عندي الورق، عندي كل شيء. هاد ألمانيا 500 مليون كيفاش؟ 500 مليون عندي الدار في ألمانيا، وارتاها من عند واحد المرأة، وردت النص، والنص شريته، وكان عندي الفلوس، وعندي الفلوس حطاهم في الدفتر وخازناهم لآخر الزمن، يعني واحد اللي احتاج الفلوس. وكنت أنا عارفة هذيك الدار النص ديالها غادي نشري واحد النهار، حيت السيدة اللي كتبت لي قالت لي راه النص الآخر كتبته البنت صاحبها، وانا كنت كنوجد الفلوس نجمعهم للنص الدار الاخر. هذيك النص من البنت بغات تبيع النص، قلت لها نشري، هو قال لي بيعي هذاك النص ديالك. قلت له ما نبيعوش، انا هذيك الدار جات في بلاصه مزيانه، وغنخلي هذيك الدار اخرتنا نسكنوا فيها. ومن بعد انا خلصت السيده في هذيك النص ديال الدار، وجاب صاحبه ونصب عليا هو وصاحبه، قال في المحكمه باللي صاحبه اللي عطاه 30 مليون في المغرب بالاورو في الدار ديالنا في تماره، وهاد الصديق ديالو انا ما كنتش مصوره غادي يدير هاد الشهاده ديال الزور، والسيد عمره 71 عام، وكذب قدام المحكمه الالمانيه، قال لهم عطيتهم 30 مليون 30 الف اورو، حسبتها ليه تحت الطبله، تغديت معاهم وكليت معاهم، قالوا لي شكون اللي كان، قال لهم كانت المراه ديالو الوليدات، وانا وليداتي ممنوع عليهم يجيو في شهر 3 في شهر مارس يجوا للمغرب، الولاد ممنوع عليهم قانونيا حيت عندهم الدراسه ديالهم. وكذب، والمحكمه حكمت عليا نعطيه 30 مليون 30 الف اورو بالفوائد، جات 32 الف اورو، 33 الف اورو، جات شي 35 مليون، وداوها هكاك وخلصتها في المحكمه ديال المانيا. ودابا الدوله الالمانيه حكمت عليه الحياه الزوجيه، ما خدم ما والو، لم يحقق اي ارباح في الحياه الزوجيه، حكمت عليه الا بهذا الشاهد، نعطي لهذا الشاهد الفلوس ديالو 35 الف اورو، عندي الاوراق، عندي كل شيء موجود. هو طلب 500 مليون وتحكمت ب 30 مليون لهذاك اللي هو شهد. ايه حكمت عليه. القانون الالماني. القانون الالماني جبت خبير خلصته ب 9000 اورو تقريبا شي 11 مليون خلصتها انا، جبت خبير، وخبير حكم على القانون المغربي المدونه 49 باللي هذا السيد ما عندوش حق ياخذ في الاملاك ديالي، وحكمت عليه المحكمه ما ياخذ والو، ومين شاف راسو ما غياخذ والو ولا كيجيب الشهود. جابوا الشاهد الاول قالوا لي راه عايش من الدوله ما نعطوكش، جاب الشاهد الثاني عند الاخ ديالو عنده واحد الشركه في العريش، وطبع ليه ورقه باللي الفلوس خارجين من الشركه، مين مشى المحامي ديالي للعريش قال لي 30 الف اورو كيفاش خرجت من الشركه، قال لهم الاخ ديالو انايا ما خرجتش من الشركه ديالي، هي عندي الورقه باللي ما عنديش 30 ألف أورو ما خرجتش من الشركة. من جا السيد
الالمانيا وشهد شهد قال لي هم عطيته الفلوس في الدار ديال تماره تحت الطبله، وحكمت عليا المحكمه. انا دابا جبت الورقه من ديال الحدود باللي انايا في عام 2010 ما كنتش كاع في المغرب. الظلم، هادشي الظلم والله. شوفك الويل. شفت العذاب الاليم، زعما صراحه ما كنتش كنتصور منه هادشي، حيت بات ولادي، حيت بات ولادي وكنت دايره فيه الثقه التامه، وكنت كنكتب ليه وكاله مفوضه وكندير فيه الثقه. درت ليه الدار هنايا، بعت رزقي ديال والديا، الارض ديال والديا لخوتي، بعت الارض لخوتي، الدار ديال مابيله في الرباط في التقدم خلاها ليا الوالد، شديتها بعتها وب 23 مليون وزدت عليها، وشريت الدار هذه اللي بعت خسرتها غير في المحاكم، مشات بعتها مشاو فلوسها كلهم غير في المحاكم، فلوس ولاد وداهم الشماتة. قولي لي الرسالة ديالك تفضلي، أنا سمعت القصة كاملة والرأي العام متبع. أنا كنطلب من جلالة الملك ومن محمد السادس يعاونني يشوف هاد الإجراءات ديالي، أنا راني معذبة هادشي بزاف، مابقيتش قادرة على هاد المشاكل. أنا 10 سنين وضاعت ليا من حياتي، هادشي بزاف. كنمشي عند طبيب نفساني، عندي الوراق، عندي كلشي، قال لي أنا حالف تنحمقك، وكيقول لي جري طوالك، حتى السيد اللي شهد قال لي جري طوالك في المحكمة، وهو كيقول لي جري طوالك. أنا عندي الناس واقفين معايا، أنا يا في المغرب ما كاينش اللي يشدني، ما كاينش اللي يقدر يتكلم معايا. أنا كنطالب محمد السادس الله يحفظه ويخليه لينا ويشوف هاد الملف ديالي، أنا راني مظلومة، هادشي بزاف. أنا عييت، مابقيتش قادرة، هادشي بزاف. الله ييسر لك يا ربي، الله ييسر لك. مشاهدينا الكرام، هذه القصة ديال مريم اللي 32 سنة وهي في ألمانيا، 21 أو 22 سنة وهي مزوجة بهذا السيد، ولكن في الأخير طريقة انتقام ديالو طريقة فيها نقاش. مشاهدينا الكرام، حوالي 10 سنوات، شيك الذكاء والدهاء ديال النيابة العامة فهموا الأبعاد ديالو، ولكن في الدعوة المدنية لا زالت تعاني من أجل هذه الأرض اللي عندها. هذيك الأرض فيها حلم كبير لها أنه تبنيها هي وثلاثة الوليدات اللي عندها، ولكن طرف ثاني له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، هاد الزوج السابق اللي كان عند هاد السيدة، على الأقل تمنينا أنه تكون عنده الرأفة على وجه ذوك الوليدات، ولكن له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، السر بين الزوج والزوجة لا يعلمه إلا الله، ولكن المودة والرحمة في كلتا الحالات بدون أن نصل لهاد الامور اللي الوضع ديالها الله اللي عن بها. مشاهدينا الكرام، مريم لا زالت تعاني ماديا ومعنويا وحتى صحيا من اجل النهايه لهذا الملف اللي 10 سنوات وفرضها المحاكم. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع القصه ديالها وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع، كما غنوضع رقم الهاتف ديالها الناس الجالية المغربية والحقوقيين والمتتبعين لمثل هذه الملفات والجمعيات بطبيعة الحال اللي لها في القانون الأساسي ديالها طريقة مساعدة المواطنين اللي تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات اللي بشكل خاص كتحصل عقار. مشاهدينا الكرام، مريم الله عز وجل اللي عالم بالوضع ديالها، كتمشي وكتجي وهي الوضع ديالها مع عالم بها ربي. نحن نتتبع هذا الملف وسوف أوفيكم دائما بالجديد فيما يخص قصة مريم وشيك 250 مليون. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.